السلام عليكم. منذ أن عرف الإنسان الدين وخاض الحروب بقي في تطور دائم ومستمر، ففي حين كانت الحروب القديمة في عصور ما قبل الحضارة لا ترعى للعدو حرمة ولا تحترم له مقدسا، فقد تغيرت نظرة الإنسان للحروب بفعل تطور الوعي الإنساني، ورأى ضرورة حصرها قدر الإمكان كي لا تمتد أثارها فتؤذي من لا علاقة له بها ولا مصلحة له منها، أو من لا قدرة له ولا رغبة في خوضها. انتهجت البشرية هذا السلوك ابتداء من قوانين بلاد الإغريق التي كانت تمنح الحماية لمن يهرب من الأعداء إلى المعابد، ثم جاءت نصوص وتعاليم الأديان تضبط وتقيد وحشية الإنسان في الحروب، وهكذا نشأ القانون الدولي، وبدأت الدول بكتابة المعاهدات والاتفاقيات التي تخفف من أثار الحروب وتحرم الأعمال العسكرية غير الضرورية أو التي يتضرر منها المدنيون أو طرف ثالث غير معني بالنزاع أو تلك التي تترك آثارا على مستقبل البشرية. يحافظ العالم على المساجد والكنائس والمدارس واللوحات الفنية والكتب والأعمال الإبداعية وكل ما له علاقة بالثقافة أو الدين أو الاحتياجات الروحية، لكن ويا للأسف فما سنشاهده بعد قليل يختلف تماما عن هذا، ويقدم نموذجا متخلفا للمقاتلين، أولئك المتخففين من الأخلاق والقانون، أولئك الذين تسببوا بموت شيخين في المسجد أصيبا بقذيفة استهدفت المسجد، ولم يكن هذا القصف زلة لمرة واحدة أو خطأ غير مقصود، بل تثبت شهادات سكان الحي وأثار القذائف أن هذا المسجد صار هدفا دائما للقصف. نشاهد هذا الفيلم ثم نعود. جدي حيدر توفى بقذيفة 37 في جامع الرحمة في يوم الربوع. هم استهدفوا الحارة واصل بالقذائف بالكواتيش بالهوزرات بالهاونات، يعني ناس مجرمين شرابين دماء سفاحين. الذي حصل يا سيدي الفاضل، هذا مجموعة من الشيبات دخلوا الجامع جالسين يقرأوا قرآن، فجأة مضى الطيران قال الحارة من اتجاه الحوضة اتجاه الحارة، شظايا جايين لأرض الجماعة الشيبة بالجامع داخل الجامع. خلاصة القول إنه حتى من دخل بيت الله غير آمن هذه الأيام. وليك شظايا الهوزة اللي عندك عبد الواحد جالس هنا، محمد قاسم هنا، حيدر فوق الكرسي هنا، يعني حيدر عند الحجر وعبد الرحمن فوق الكرسي. الا والضربه جيت انا انبطحت الارض، وعبد الرحمن على طول عبد الواحد قام يصيح والدم يسيل منه، دخل الجامع اربطوا لي. حيدر ما هو قام يتبلقع بالارض على طول ماسك فوق بطنه. دخلوا الشباب على طول اخذوا منهم هنا ويسعفوهم الاثنين. مات الحاج عبد الواحد الله يرحمه، والان مات الحاج حيدر الله يرحمه. هذم كانوا من احسن الناس داخل الحاره، مسالمين، ناس طيبين، لا ارهابيين ولا دواعش، هذم ناس ملتزمين مؤمنين، قالهم قدرهم لداخل الجامع بقذيفه.
وهم يذكروا الله. هذا جامع، هذه بيت الله. ها؟ من أي مكان؟ أجاعت هذه من تبت اسمه، لا موقع اسمه ذا سفتل، من سفتل هذه أجاعت على طول ضربت اللي هناك دي انتفشت على الحارة كلها. أما القذيفة الأولى ديك هذه إذا أنتم ترجعوا تصوروها تشوفوا. كم تضرروا؟ تضرروا منهم ثلاثة. كم وفيه؟ وفيه ثنتين، والذي مصابين الان اثنين، وهنا ثالثهم. هذه اللي حصلته حرق بالرجل. طبعا المسجد هذا دائما يستهدف، مش اول مره، حتى من قبل امام المسجد يعني يستهدف بقذائف من بدايه الحرب. المنطقه طبعا مستهدفه بشكل كبير، لكن المسجد كانه متعمد. على طول ضربت اللي هناك دي انتفشت على الحاره كلها. حتى السير حقيقي جاء وقفك بالباب كسرتك السير حقيقي، وقفك بالباب دخل نصلي جاء قام كسره كله، كسره قذيفة، جاء قذيفة جنبي طير بابي سنتين سيارات سيارة واحدة حافله وحافله حق ابن عمنا والسير حقيقي كسرتك السير. قبل 4 أيام جاء واحدة ثانية مكانه، أولا وجاء قبل اسبوع وحده للجامع لبنه لك بقعه، لك بقعه جاء قبل اسبوع وحده لك بقعه، ما عملت حاجه لك تبع الخزانات صدقه، يقولوا خزان صدقه طيروا برا، طيروا برا. المساله انه حرب على المساجد. اللي حدث هنا 2 شهداء عليهم رحمه الله، واحد جريح ومن كبار السن طبعا. فالمستغرب انه يعني ما هوش موقع عسكري، ما هوش سكنة حربية، ما تستطيعش تقول هنا الدواعش اللي يقولوا عليهم أو كذا. هذا مسجد، بيت من بيوت الله، دائما ما يستهدف. خزانة الماء اللي السبيل، القذيفة يعني ذهبت 3 خزانات للمياه ذهبت، يعني الناس الآن ما يلاقوش اللي يشربوا. هذا الجماعي، ايوه مع ابناء كثير، وهذا اللي توفي امس حيدر الجماعي من رواد المسجد، ومعه ابناء ايضا شباب، وانسان بسيط يعني حاله حال نفسه. عمنا عبد الواحد ايضا اللي استشهد اول واحد ايضا، يعني ما لهمش اي علاقه لا بسلاح ولا بحرب ولا بقتال، وهذا من المسجد الى البيت. يعني فوق انهم وقفوا عليهم رواتبهم، يعني لهم فتره من دون رواتب، فوق هذه كافئنهم بالقتل داخل بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. كانوا يقرأوا القرآن، هم طبعا رواد مسجد دائما ما يجلسوا في المسجد يقرأوا القرآن. هذا عبد الواحد يعلم الناس النافع، يعلمهم التجويد، يعمل حلقه بعد المغرب ايضا، وعمنا حيدر ايضا من اللي يجلسوا في الحلقه يقرأوا يحيوا المسجد. الان راحوا يعني تستطيع تقول انهم اضواء كانوا للمسجد، يعني الان ربما احنا نفقد اثرهم في المسجد بسبب هذه الجريمة. هذا المصحف، هذا عمنا عبد الواحد، هذا عبد الواحد كان يقرأ. هذه جريمة يشهد لها العالم كله، يعني بالله عليكم يستهدف رجل في بيت من بيوت الله. أين الدين؟ أين الإنسانية؟ أين الرحمة؟ يعني المساجد من بداية ما خرج ميليشيا الحوثي وعفاش وهم يدمروا المساجد هذه أهداف، يعني أكثر من ما يستهدفوا المواقع العسكرية أصبحوا يستهدفوا المساجد. هذه الميليشيات المجرمة. شهيدان وثلاثة جرحى كانوا ينتظرون الصلاة في المسجد، ومسجد يتعرض للقصف وسط حي سكني لأكثر من مرة، ما يعني استهدافا مقصودا للمسجد لاعتباره مسجدا. هذا ما حدث تفصيلا كما رواه أهل الحي الذين أدلوا بشهادتهم للكاميرا في مكان سقوط القذائف، وأولئك الشباب الذين التقاهم الزملاء في الميدان أثناء تشييع الشهيد الحاج حيدر الجماعي. وعلى الرغم من أن لا حرمة تفوق حرمة الدم،
إلا أن المساجد كدور عبادة محمية في القانون الدولي واستهدافها جريمة، وهذا هو موضوع نقاشنا مع المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي من فيينا، سيكون معنا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم وبضيفي من فيينا المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي. مرحبا بك أستاذ توفيق. مرحبا بك أخ عبد الله وبجميع مشاهدي قناة بلقيس. أستاذ توفيق، كيف جرم القانون الدولي استهداف دور العبادة تحديدا؟ ما هي النصوص؟ ما نود أن نؤكد عليه أن عملية صيانة دور العبادة بشكل خاص تدرجت يعني وفق مسارات تاريخية معينة. نعم. دور العبادة هو يدخل ضمن سياق ما يسمى الممتلكات الثقافية للأمم والشعوب، لأن المساجد والممتلكات الثقافية هي تشكل في حقيقة الأمر أعيان مدنية محمية بموجب كافة النصوص الدولية، منها اتفاقية جنيف، اتفاقية لاهاي، وكثير من الاتفاقيات التي نصت على تحييد المدنيين والأعيان المدنية وإيلات النزاع والحروب. نعم. بالإضافة إلى أن هذه إلى أنها حظيت بنصوص خاصة ضمن اتفاقية لاهاي لكي المحافظة عليها كإرث إنساني، لأن الحروب والويلات خاصة وفق المسيرة التاريخية وجدت أن الشعوب تقدس دور العبادة فيما بينها، لكن أثناء الحروب تحدث نوع من الانفلات الأخلاقي، فتقوم الشعوب المنتصرة بالقضاء تماما على مقدسات الطرف الآخر كنوع من الانتقام ونوع من الإبادة الجماعية المبطنة لإلغاء هوية الطرف الآخر والثقافة التي يتكئ عليها. نعم. طبعا لدينا نحن في الشريعة الإسلامية نصوص واضحة، الخلفاء الراشدين عندما كانوا يوجهون الجيوش كانوا يدعون بصريح العبارة إلى حماية الأدرة، حماية الكنائس، حتى حماية الصوامع الذين يلجؤون إلى والصوامع إلى غير ذلك. جاء بعد ذلك ويلات الحروب، جاء كروسو أعلنها مدوية في العقد الاجتماعي وقال بأن العداء بين الشعوب هو عداء طارئ، لأن العداء هو حقيقة بين الدول، وبالتالي ما دام الشعوب في حقيقتها وفي مبدأه هي شعوب صديقة يجب أن تحيد الشعوب المدنية وكل ما يتعلق بها من أعيان مدنية وثقافية وعبادية إلى غير ذلك، وبالتالي اعتبر أن المساس بهذه الدور هي نوع من البداوة ونوع من التدمير للمعالم الحياة الإنسانية، وبالتالي اتفاقية جنيف، اتفاقية بعد تطور تاريخي طويل، اتفاقية روما اتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي واتفاقية الدبلوماسية التي كانت في 77 من أجل إيجاد قواعد مشتركة خاصة للحرب الجوية من أجل تحييد هذه الأماكن، بالنهاية جاءت اتفاقية روما واعتبرتها نوع من جرائم الإبادة. نعم. اعتبرت أنها نوع من جرائم الإبادة التي يجب أن يقدم مرتكبيها إلى المحاكمة ويجب أن يحاكموا وفقا للقانون الدولي التي هي استهداف أماكن العبادة وما يتعلق بها وفقا للنص التي هي الدور الثقافي بشكل كامل سواء كانت القلاع أو الحصون إلى غير ذلك، ولا يجوز المساس بها. عند هذه الفقرة نقفت نوعا ما. ولا يجوز المساس بها إلا للضرورة العسكرية عندما تتحول إلى ثكنة عسكرية، وطبعا هذا الأمر في إشكالية كبيرة، من يحدد الضرورة العسكرية؟
من الذي يحدد أنها كانت ثكنة عسكرية إلى غير ذلك؟ وهذا هذا الإطار اتفاقية روما عفوا اتفاقية جنيف بالذات جعلت الضرورة العسكرية صغيرة ومحددة ومقيدة بحيث أنها تكاد تكون منعدمة خاصة تكون منعدمة تماما. ولدينا خاصة نحن عندما نتحدث عن صراع موجود في بلدان الإسلامية يجب أن نستحضر النص النبوي: من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. وبالتالي أصبحت المساجد ودور العبادة بشكل كامل هي مأمن للناس جميعا. نصت الاتفاقيات بعدم المساس بها مطلقا، وأي مساس بها يعد جريمة حرب، يجب أن هذا في إطار نوع من الحرب الإبادة. أستاذ توفيق، هذا في إطار الصراع بين الشعوب تختلف فيها أو فيما بينها الأديان، ويحاول كل طرف يعني النكاية أو إيلام الطرف الآخر بمقدساته، لكن والحال هكذا في اليمن، كيف يمكن فهم أن هؤلاء المسلمين اليمنيين يستهدفون مساجدهم؟ في النهاية هي مساجد لله ومساجد للجميع، كيف يتجاوزون مقدساتهم هم باعتبارهم مسلمين، باعتبارهم يقدمون أنفسهم كمسيرة قرآنية؟ وحتى بدون هذه العناوين في النهاية نعرف أن ثمة وازع ديني لدى اليمني، أين اختفى هذا الوازع؟ أنا أخي الكريم دائما أؤكد على أمر مهم وهو ما يتعلق بصناعة الكلمة. صناعة الكلمة هي صناعة الثقافة، بمعنى صناعة الوعي. اليوم الشخص بإمكانه أن يقتل أباه أو والدته عندما يتم تغيير معالم أو خلفيته الثقافية بشكل كبير. نحن اليمنيين منذ أعتقد 1962 كنا خطونا إلى الأمام ذابت كثير من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمناطقية، وأصبحنا نتعايش نتقبل الشمال والجنوب، وأصبح لا يوجد حتى تمايز واضح بين المذاهب المتعايشة داخل اليمن. أنا أعتقد أنه حدثت بعد ذلك نوع من التعبية الثقافية الدينية الخاطئة للأسف الشديد، بل المدمرة. اعتبر الكواكبي بأن الاستبداد الديني هو أسوأ وأعلى مراحل الاستبداد الموجود في الحياة. اليوم الأديان التي جاءت التي أرسل من أجلها الرسل وأنزلت من أجلها الكتب مضمونها وجوهرها هي تحث على السلام، تحث على الأمن. لكن عندما تحولت هذه الأديان وتحولت هذه المذاهب، تحولت هذه النصوص إلى لافتات سياسية، ودائما هذا الذي نؤكد عليه، نعم، بأن القتل وبأن الدمار تحت شعارات دينية هي في حقيقة الأمر صراع سياسي بامتياز. اليوم يجب أن يعاد ضبط المسألة في الميدان على وفق هذا التعريف، لأن الصراع أيا يكن هو في النهاية صراع سياسي. هل لديكم إحصائيات؟ أنا أريد أن أقول إنه النصوص الدينية للأسف الشديد تم تغييرها من أجل خدمة المذاهب السياسية. أنا هنا في فيينا التقيت بباحث نمساوي وتناقشنا طويلا، قال أنا قرأت للأسف الشديد كل ما لازم حسين الحوثي إلى غير ذلك، ولكن قال أنا لم أجد أمر لا أستطيع أن أفهمه، وهو لماذا هذا التجيش الموجود ضد القتل والتدمير وهو يريد الخروج من الفساد. يعني في إشكالية كبرى أحيانا، لكن هو استخدام النصوص تجيشها من أجل الوصول إلى مآرب سياسية بحتة، وهذه المآرب لم تكن اليوم لدينا. قضية المطرفية سابقا، صحيح، وما حدث لها من قتل للتدمير للبيوت وحراق للممتلكات، قتل للرجال، استئصال المخالف، عقلية استئصالية للمخالف تماما. هل لديكم إحصائيات عن المساجد التي تم استهدافها من قبل ميليشيا المخلوع والحوثي خلال فترة الحرب؟ طبعا نحن عندما نتحدث عن المساجد نتحدث عن انتهاكات متنوعة، نعم. هنالك انتهاكات متعلقة بالمسجد مباشرة، وهذه تقريبا وصلت إلى 600 إلى ما يقارب 650 بهذا الحدود، منها تدمير كل ما يقارب 80 تزيد أو تنقص، هنالك تضررت بصورة أو بأخرى ما يقارب 150 إلى غير ذلك. لكن أيضا هنالك استهداف للمساجد
أخطر من استهداف المسجد نفسه، لأنه يمس الأمان الثقافي للمجتمع. نعم. التي هي قضية تغيير الأئمة، تغيير الخطباء، وقف مدارس تعليم القرآن إلى غير ذلك، فرض أيضا خطباء حدثت في صنعاء في تعليق الشعارات الماضية. صحيح، نوع من الضجيج، تعليق الشعارات، الناس كانوا يتركون صلاة الجمعة التي هي مناسبة للاجتماع والالتقاء والمناقشة، لأن الخطيب في حقيقة هو لا يفرض رأي بقدر ما يطرح قضية للنقاش، يبدي رأيه ويتقبله الناس أو لا يتقبلونه. لكن أن نصبح اليوم الخطيب يخطب بالسلاح وتتردد، إنما أستاذ توفيق، هل هناك نصوص أيضا في هذه الاتفاقيات على محاولة التغيير بالقوة لاتجاهات هذه المساجد ودور العبادة نحو اتجاهات فكرية معينة، معنى الفرض الفكري أيضا ليس فقط استهدافها بالقصف كما تفضلت، هل هناك استيعاب للنصوص القانونية لهذه المسألة؟ هو طبعا ما فيش نصوص قانونية متعلقة بقضية المسجد وفرض الأئمة، لكن هناك نصوص متعددة وكثيرة جدا متعلقة بالحرية الفكرية والحرية التعليمية والحرية الدينية. هذه نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 48، ونصت عليها أيضا العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية الحقوق والعهد المدني للحقوق الثقافية والاقتصادية. هذه تحدثت بكل وضوح عن حق الإنسان وحريته في إبداء رأيه، في التجمع، في التعليم، في أن يمارس شعائره إلى غير ذلك. هذا ناقشتها لكل إنسان، وبالتالي هذه المخالفات اليوم التي ملحقة بقضية الانتهاكات التي تطال المساجد تدخل في هذا الإطار، أن هنالك نوع من فرض الآراء بالقوة وهي مجرمة بكل المقاييس، مجرمة عقلا وشرعا وقانونا. إلى ألا تعتقد معي أستاذ توفيق أن ميليشيا المخلوع والحوثي قامت بابتكار جرائم حرب جديدة، منها ما نحن بصدد نقاشه الآن، إما تغيير المساجد واتجاهات خطبائها ومصليها وفق أمزجة هؤلاء، أو تدميرها لاحقا باستهدافها؟ هل هذا نوع من الإبداع الإجرامي يمكن أن تلتفت إليها الاتفاقيات مستقبلا؟ طبعا كما قلت لك، اليوم في الاتفاقية جاءت خاصة الاتفاقية المتعلقة بتنظيم حالة الشعوب أثناء النزاع المسلحة، هي من أجل تحفظ الحد الأدنى لهذه الشعوب، حقها في الحياة، حقها في الأمن، حقها في الاستقرار، حقها في غير ذلك. وتفترض أيضا الصراع بين شعوب مختلفة ودول مختلفة، وليس من ذات الملة والدين. حتى اتفاقية جنيف هي اتفاقية وضعت قبل الحركات التحررية. نعم. وكانت تتعلق كما ذكرت في الصراع بين الدول، لكن عندما بدأت الحركات التحررية من الاستعمار وضعوا ما تسمى الفقرة أو المادة الثالثة المكررة، هي مكررة في كل الاتفاقيات، وهذه الفقرة أضافت النزاعات الداخلية أو المسلحة. نعم. داخل الدولة بحيث تنطبق عليها اتفاقية جنيف. أنا كنت مرة من المرات كتبت مقال بعنوان أنه ما يحدث اليوم من صراع، اليوم في تغيير كبير للهوية، اليوم حتى يتعلق بتغيير اللون، عندما بدأ تغيير الألوان حتى قبل سقوط صنعاء. صحيح. الناس لم يدركوا ما معنى اللون، أن يقول اليمن لونها الأبيض والأسود والأحمر، هذا يتعلق بهوية جمهورية بعهد جديد، ويأتي طرف آخر ليفرض لون آخر يبدأ ينطبع في ذهن الإنسان، في فكره، في ثقافته، إلى غير ذلك. صحيح. المعركة اليوم الثقافية والسياسية والاقتصادية هي لا تقل عن المعركة العسكرية، ولذلك الاتفاقية جاءت تحوث على أنه يترك حرية الناس وشأنهم، يترك حرية الناس، معتقدات الناس، أديان الناس، إلى غير ذلك. وإذا فرضت حالة الطوارئ في مثل هذه الظروف، يجب أن تكون حالة الطوارئ مقيدة بشروط قانونية بحيث لا تتجاوز هذه الشروط إلى تهديد حياة الإنسان، حريته وكرامته. أي انتهاك بعد ذلك هي جريمة. صحيح. لأنه حقيقة الأمر، أنت في حقيقة الأمر تفتح معركة لخصمك في المستقبل لاستئصالك ثقافيا وفكريا إلى غير ذلك. نعم. الناشطين اليمنيون ربما، وأنت أخ عبد الله، والجميع منهم، الجميع نادى إبان الحروب الستة بأن يجب إنصاف جماعة الحوثي التي كانت تدعي المظلومية.
الجميع قال يجب لهذه الجماعة أن تمارس حقها في التعليم. وقد قامت مخرجات الحوار أيضا بتقديم حلول ناجعة، واعتذرت الحكومة التي لا دخل لها، ولكن باسم اليمن الرسمي. عموما سندخل في قضايا جانبية، لنعود إلى موضوعنا وهو الاتفاقية الدولية وحمايتها لدور العبادة. هل اليمن ملتزمة بأحكام هذه الاتفاقيات أو ملزمة كدولة؟ أنا دائما أقول أن اليمن ملزمة حتى باتفاقيات لم تصاغ، يعني اليمن توقع على كل شيء، وبالتالي كل الاتفاقيات الدولية اليمن وقعت عليها وصادقت عليها وملزمة عليها، الاستثناء الوحيد ربما اتفاقية روما. وأنا أدعو دائما الحكومة الشرعية إلى أن تبادر إلى التوقيع على اتفاقية روما أو إصدار قرار واضح بشمولية ولاية محكمة الجنايات الدولية على الأقليم اليمني، بحيث يصبح كل فرد يمني مارس انتهاكات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان يجوز ملاحقته قضائيا في أي مكان في العالم. وهذه الخطوة يجب على اليمن أن تبادر فيها. سقطت الدولة اليمنية، جاءت الميليشيات اليوم تسيطر على الأرض كسلطة أمر واقع، أصبحت ملزمة بكل الاتفاقيات. لكن قد يقول قائل أن هذا الاتفاقيات إنما تلتزم بها دول وكيانات محترمة، وليس يعني إصابات ميليشياوية كالتي تتحكم بجزء من البلاد اليوم في صنعاء وما حولها. حقوق الإنسان لا يجوز التذرع بأي حجة بها. عندما تمت محاكمة مجرمي الحرب بعد الحرب العالمية الثانية من قبل الحلفاء، تذرع كثير من القادة العسكريون بأنهم تلقوا أوامر من قياداتهم العليا، لكن كان تبرير القاضي بكل وضوح بأن حقوق الإنسان يلتزم بها كل فرد من الأفراد، وبالتالي لا يجوز التذرع أن بتنفيذ الأوامر، لأنه من حقه أن يعارض قياداته ويرفض هذه الأوامر التي تنتهك حقوق الإنسان. وبالتالي اليوم الميليشيات كسلطة أمر واقع ملزمة بتنفيذ الاتفاقيات والالتزام بحقوق الإنسان فيها، ما لم يسري عليها كافة الجرائم التي تسري على الأفراد الذين يرتكبون هذه الجرائم. هناك نماذج كثيرة في إفريقيا، رواندا إلى غير ذلك، كانت هنالك حروب وميليشيات، لكن بالنهاية الميليشيات هذه خضعت. لا يوجد أعذار لممارسة هذه الانتهاكات أو الجهل بالقانون أو اعتبارهم غير مسؤولين بأي طريقة من الطرق. أنا أدعو بس نقطة مهمة، وأكررها تقريبا في كل برنامج، أنا أدعو الناشطين، أدعو المختصين إلى تشكيل فريق قانوني متمرس ممكن يستفيد من خبرات دولية لإعداد ملفات قضائية حقيقية. في فرق إن أنا أرصد اليوم الانتهاكات، أنا جلست مع قاضية رئيسة محكمة سابقة فقالت بكل وضوح أحيانا ترفض الدعوة لأن شكليتها غير دقيقة، لم تستوفي كافة الشروط القانونية المطلوبة، أحيانا لديك قضية عادلة، ولذلك يجب أن نخرج من إطار الرصد بما فيه أحيانا من نواقص إلى إطار إعداد ملفات قضائية محترمة بإمكاننا أن نضعها أمام محاكم، سواء كانت محكمة الجنايات الدولية أو محاكم مواطنية ذات اختصاص عالمي كالمحاكم التي ينص دساتيرها في أوروبا وغير ذلك. نعم، على ذكر مسألة الرصد، كيف ترصدون مثل هذه الجرائم، جرائم استهداف دور العبادة؟ نعرف أن الناس يبلغون عن القضايا التي تمسهم مباشرة مثل قصف المنزل، يهتم به صاحب المنزل، كذلك اعتقال مواطن يهتم به أقاربه وأصدقائه، ماذا عن المنشآت العامة التي تعني الجميع لكن لا أحد يعتقد أنه مسؤول عنها بشكل مباشر كالمساجد والآثار وما شابهها؟ كيف ترصدون ومن يزودكم بما تحتاجون إليه للرصد والتوثيق حول هذه التفاصيل؟ لا أعتقد أن رصد القضايا العامة ربما فيها نوع من السهولة أكثر من القضايا الخاصة. اليوم أنا لدينا قضايا خاصة وأجد صعوبة من الأفراد أنه يبوح بما تعرض له أو ماذا تعرض أو ما الذي حدث لهم. اليوم قضايا المسجد وغير ذلك ربما هناك إشكالية في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات، هنالك صعوبة حقيقية نواجهها في هذا الأمر، لأنه لا تستطيع أن تصور، لا تستطيع أن تصل مكان الحدث، لكن الشهود لأنها تصبح مما يسمى عندنا بالفقه الإسلامي مما تعم به البلوى، بمعنى أنه كل الأفراد يسمعوا أنه مسجد ضرب أو مسجد تم قصفه أو استهدافه، لأن قضاء الجميع في اليمن تقريبا يستهدف هذا السلوك سواء من الطرف هذا ذاك أو من الطرف الآخر. نعم،
نعم، كرئيس لفريق الرصد في منظمة سام لحقوق الإنسان، ما هي الصعوبات التي تواجهكم في المنظمة أثناء عملية الرصد؟ أنت ألمحت إلى 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 الموضوع خلال السؤال السابق. هلا أنا أعتقد إنه بشكل عام هناك إشكاليات ربما تتعلق بالجانب الفني كمنظمة، لكن على الواقع أيضا أنا كما قلت لك تواجهنا إشكاليات في الجانب توثيق انتهاكات فردية. أعتقد الانتهاكات الجماعية ليست يعني انتهاكات المؤسسات العامة الممتلكات إلى غير ذلك ليس فيها بالصعوبة الكبيرة، لكن تبقى صعوبة الوصول إلى المكان أحيانا، مثلا قصف مسجد في منطقة صعدة من الصعب الوصول إليه، أو قصف منطقة مسجد في الحديدة من الصعب الوصول حتى التوثيق لأن فيها خطورة أحيانا على الراصد. نعم بذات. وهكذا كل بقية القضايا التي تحدث خاصة في مناطق سيطرة الميليشيا صنعاء، وكل يوم نسمع في صنعاء قصة تدمي القلب. أنا أقول لك هذه القضايا خاصة التي تمس الشرف، نحن لدينا نتابع قضايا نسائية وتجد في صعوبة وصعوبة صعوبة جدا أن يبوح بما حدث يعني، وبالتالي تختفي كثير من القضايا المفروض تظهر إلى السطح من أجل تشكيل رأي باغر ضدها متعلقة بالطفولة متعلقة بالمرأة، وهذه مشكلة مشكلة كبيرة صحيح. جدا أتمنى المجتمع أنه يتحرر قليل منها، لأنه بالنهاية أن تجبر بنت على الزواج مثلا أو يعتدى على بنت، هي بالنهاية بنت مظلومة، يجب أن يتوفر لها الأمان، الأمان صحيح. سيوفره المجتمع. السكوت عن هذه الجرائم يجعل النساء كلهن تحت في دائرة الخطر في مجتمع كل يوم يفقد الأمن، كل يوم والأمن ربما يفقد في كثير من المناطق، ويفقد أيضا للأسف القيم، وهذا أخطر ما تنتجه هذه الحرب. هل لكم الرسالة أخيرة في إطار استهداف دور العبادة والأماكن الثقافية وهي موضوع أو وهو موضوع حلقتنا هذا؟ والله أتمنى على الجميع أن يستوعب أننا على في النهاية أبناء أرض واحدة، والمساجد والأعيان الثقافية هي تشكل في حقيقة الأمر تاريخنا وذاكرتنا وماضينا بأكمله. يجب أن نقف عند حدود قول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل مسجد الحرام فهو آمن، يجب أن تبقى هذه المساجد آمنة. الشعوب عندما يشتد عليها القصف تلجأ إلى المساجد. أتمنى أن نحافظ على تاريخنا وعلى قيمنا الثقافية وعلى هويتنا، لأن المساجد حتى التي تبنى حديثا هي جزء من ذاكرتنا وجزء من تاريخنا، يجب أن ولديها ذات القداسة باعتبار يعني دينيا وروحيا. المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي، كنت معي من فيينا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الحاج الشهيد حيدر سعيد الجماعي ورفاقه، تم الرصد، في أمان الله.